هلا والله. هلا 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 نور. بالعام نورت يا عم، نور، حياك الله. أمين. صف يا فؤاد. طبعا بعد 25 عاما سنلتقي مع اخونا ابو الباسل، وان شاء الله سنة يعني نستمتع بلقائنا معه منذ 22 عاما. نعم، الان سنتوجه لمقابلة. يعطيك العافية يا ابو تلاع العلي. نحن الان ايها المشاهدون الكرام في تلاع العلي، سيستقبلنا اخونا مدة 22 عاما. سنكون بضيافته بعد 22 عاما. تحت تحت تحت؟ نعم. علي مين لا مش لا هو علي مسكرين يا ساتر. بعد 22 عاما ما شاء الله. ليش اللي مش شايفه 22 سنه؟ لا والله نورك نورك. كيف الحال؟ الحمد لله على السلامه. كيف الحال؟ يا الله بسم الله. طبعا احنا على شرف عشاء فاخر، وهو طبعا الفلافل. هو ورانا الفلافل. وهذا شو هذا؟ مشاوي، وهي كبي، محاشي، دوالي ومحاشي، ما شاء الله. طبعا هالصياد اقعد لي على هناك ناخذ لنا صوره. One, two, three.